أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، نبدأها بالعناوين. والمسلمين يتفرقون. يوم دام في سوريا وأعمال عنف واسعة تقوم بها قوات الأمن في حمص وحماة ودرعا وحلب. فرنسا تقول إن مجلس الأمن سيعمل اليوم على مشروع قرار بشأن سوريا، وجوبي يعتبر النظام قد تجاوز حدود البربرية. ومن مواضيعنا الأخرى في الرابعة، السعودية تندد بمواقف الدول المتخاذلة تجاه الأزمة السورية وتحملها المسؤولية الأخلاقية لما يحدث. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، منظمة العفو تندد بتوسع أعمال القمع والتضييق على الحريات في إيران. أعمال عنف كبيرة تشهدها مدن في سوريا، بينها حمص وحماة اللتين نالتا نصيب الأوفر من عدد القتلى الذين وصلوا حتى الآن إلى 41 قتيلة. درعا لم تسلم هي الأخرى من الاقتحامات وإطلاق النار العشوائي، فيما تعرضت جامعة حلب لإطلاق نار كثيف لتفريق متظاهرين طالبوا بسقوط النظام. سياسيا، قالت وزارة الخارجية الفرنسية بأن مجلس الأمن الدولي يبدأ العمل اليوم في مشروع قرار بشأن العنف في سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية. القصف ما زال متواصلا لحي باب عمر. مجزرة جديدة أضيفت إلى سجل النظام السوري، فقد أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن حصيلة قتل الأمس بلغت 138 قتيلا معظمهم في حمص، كما أكدت اختفاء عائلات معظم الضحايا في باب عمر. ودائما بحسب الهيئة فإن عدد الضحايا في باب عمر وحدها بلغ 96، خطف 64 منهم وأعدموا، بينما توزع بقية الضحايا على محافظات إدلب وحلب وريف دمشق والحسكة. واليوم ليس استثناء، بل إن النظام أوغل في شراسته، فقد أفاد ناشطون أنه لليوم 25 على التوالي، ومنذ بدايات الصباح تنهال القذائف المختلفة على باب عمر لتدمر المنازل والمدارس والمساجد. الناشطون أفادوا بأن أدوات النظام العسكرية والأمنية وسعت هجمتها لتطال أحياء باب سباع وباب دريب وعشيرة وكرم الزيتون التي تتعرض لقصف عنيف بالهاونات والقذائف الإنشطارية التي تنتج عنها كريات ملتهبة تؤدي إلى احتراق أي جسم يلامسها مباشرة، إضافة إلى الغازات التي تصدرها هذه القذائف التي تؤدي إلى تهيجات في جهاز التنفس والعين. الناشطون أفادوا بأنه منذ الصباح تقوم قوى النظام بقصف حي الحميدية بمدفعية دبابات T-72 المتمركزة في منتصف المدينة عند قيادة الشرطة. ما يجري في حمص من أهوال لا يحجب ما يجري في بقية المحافظات السورية، فالزبدان في ريف دمشق تتعرض لقصف بمدفعية الميدان كما يظهره هذا الفيديو المسرب. لجان التنسيق المحلية أفادت بأن عددا كبيرا من الجرحى والقتلى سقطوا صباحا وما زالوا تحت الأنقاض نتيجة تجدد واستمرار القصف بشدة على المنازل لليوم الخامس على التوالي في منطقة حلفاية بريف حماة من الجهتين الغربية والشرقية. ومع كل تلك الشراسة وتغليب الحل الأمني على ما عداه من الحلول، ومع كل المعاناة المستمرة منذ أكثر من 11 شهرا، تستمر التظاهرات على أشدها وتتوسع رقعتها وتكبر أعدادها مطالبة بإسقاط النظام ومحاكمة الأسد. رمز المصري، العربية. وللوقوف على آخر التطورات الميدانية في سوريا، معي من حماة عمر رحمون، عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية. عمر، في الأيام الماضية كان التركيز على حمص وعلى أحياء حمص التي تتعرض بشكل كبير لقصف من قبل السلطات السورية، ولكن الأوضاع لا تقل خطورة لديكم في حماة، ما آخر التطورات؟ سيدي الكريم، إن قطار الموت ينتقل من مدينة إلى أخرى، وإن شبح الموت ينتقل من محافظة إلى أخرى، فانتقالا من باب عمر إلى حلفاية في ريف حماة استمر القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات لليوم الخامس على التوالي
في مدينة حلفايا في ريف حماة. كان القصف في الأربعة الأيام الماضية معدل قذيفة في كل نصف ساعة، أما في هذا اليوم فهناك هجمة شرسة وإبادة جماعية وقذائف تنهمر كالمطر على هذه المدينة. لدينا أكثر من 20 شهيدا ممن استطعنا إحصاءهم إلى هذه اللحظة، وهناك أكثر من 100 جريح ذهبوا إلى مشفى طيبة الإمام. لقد تموضعت الدبابات والمدفعية غرب حلفايا وشرقها، وبدأت بقصف هذه المدينة قصفا عشوائيا دون أي رحمة ودون أي شفقة، مما أدى طبعا هذه المدينة، هناك عملية نزوح عظيمة جدا، نزح أكثر من 90% من أهاليها، وهناك هدم أكثر من 500 منزل، وتم تدمير مسجدين وضرب خزان المياه. المشفى الوطني في حلفايا مقفل تماما، هناك قطع كامل للكهرباء والماء والاتصالات. سيدي الكريم، إن النظام يقوم بسياسة الأرض المحروقة، يريد تدمير كل شيء. طيب. يريد حرق كل شيء، يريد إبادة كل شيء. طيب، ولكن عمر، ماذا تتوقعون بعد هذا القصف؟ هل تتوقعون اقتحاما من قبل السلطات السورية والجيش السوري لحماة كما حدث في مناطق أخرى بعد سلسلة قصف متواصل؟ سيدي الكريم، هم طوقوا هذه المدينة بغية اقتحامها لإسكات صوتها، لإخفاء مظاهراتها، لترويع أهلها، لتأديب أهلها. ولكنني قبل أن أخوض في هذا المجال أريد عبر قناتي العربية أن أنبه إلى هذه إلى هذا الأمر الخطير. إن النظام الأسدي يستخدم مدينة محردة، هذه المدينة المسيحية، يستخدمها كدروع بشرية. الجيش الحر الذي يتحلى بالأخلاق، بأخلاق الحرب، الذي يمتلك الأخلاق الدينية والعسكرية والوطنية، كان في السابق لا يريد أن يوجه ضرباته إلى هذه المدينة حتى لا يقال بأن الجيش الحر هو جيش طائفي. ولكن بعد تمترس الجيش الأسدي في أحياء هذه المدينة ووضع المدافع والدبابات بين منازلها وأطلاق القذائف إلى حلفايا، فإنني أوجه عبر مجلس قيادة الثورة نداء إلى البابا ينبغي على أهالي هذه المدينة، نحن نرجوهم. طيب. نرجو من أهالي مدينة محردي النزوح من المدينة، لأن الجيش السوري الحر سيوجه ضرباته إلى المدينة، ونحن لا نبتغي المدنيين في هذه المدينة. طيب. ولكننا نريد أن نقلم أظافر الجيش السوري، هذا الجيش اللا أخلاقي. طيب. الذي قتل أبنائنا. ونداؤنا إلى المعارضة عبر قناة العربية أيضا، هذه القناة التي تغطي آلامنا وتنقل جراحنا وتبلغ صوتنا إلى العالم، يا أيتها المعارضة، لقد قتلنا مرتين. طيب. قتلنا مرة على يد النظام، وقتلنا مرة على بسبب تشرذمكم وانقسامكم. انضموا إلى كتلة واحدة تدعم الداخل وتراهن على سواعد الشباب وتراهن. طيب. على بندقيات الأبطال من أفراد الجيش الحر. طيب. إن سواعدنا هي التي ستكسر صخرة هذا النظام بإذن الله. طيب، عمر رحمون، عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، شكرا جزيلا لك. سياسيا، طالبت مفوضة الأمم المتحدة العليا نافي بيلي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا من أجل وضع حد لأعمال العنف والسماح للأمم المتحدة بمساعدة المدنيين. لابد من وقف فوري لإطلاق النار لوضع حد للمعارك والقصف. من الصعوبة تحديد الرقم الحقيقي لعدد الضحايا. الحكومة السورية زودتنا بأرقام تشير إلى مقتل أكثر من 3800 شخص بين مدنيين وعسكريين، إلا أنه بحسب المعلومات المتوافرة لدينا فإن العدد الفعلي للضحايا يمكن أن يتجاوز هذه الأرقام بشكل كبير. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن النظام السوري تجاوز كل حدود البربرية حسب وصفه. وقال جوبيه أن ظهور الرئيس السوري بشار الأسد في مكاتب الاقتراع يعتبر إهانة لأرواح الذين قتلوا، ووصف الدستور الجديد بالتافه.
النظام السوري تجاوز كل حدود البربرية. الأرقام المتداولة تؤكدها كل المنظمات الدولية. فعدد القتلى وصل حوالي 8000، إضافة إلى مئات الأطفال الذين يتعرضون للتعذيب. وعندما أرى الرئيس السوري في مكاتب الاقتراع في دمشق في هذا الاستفتاء التافه، أعتبرها إهانة كبيرة. نددت المملكة العربية السعودية مجددا بموقف بعض الدول الذي وصفته بالمتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري، محملة إياها المسؤولية الأخلاقية لتعطيل التحرك الدولي بهذا الخصوص. وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن المملكة تجدد التأكيد على أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة لحماية الشعب السوري. وأضاف البيان بأن السعودية لا يمكن إطلاقا أن تتخلى عن موقفها الديني والأخلاقي تجاه الأحداث الجارية في سوريا. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد قال إن فكرة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة تعد فكرة ممتازة. من جهته اعتبر رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني أنه على المجتمع الدولي تسليح المعارضة السورية التي تكافح ضد النظام السوري كما قال. من جانب آخر، كشفت صحيفة تايمز عن مصادر استخباراتية أن النظام السوري يستخدم تركيا كممر للتحايل على العقوبات وللحصول على معدات وقطع غيار تستخدم في صناعاته الحربية. المصادر أعرب أجنبي وأيضا قريبة من الدولة